هل هناك حد للكبائر التي إذا فعلها الإنسان ثم تاب منها لا يحق له أن يكون إماما للناس في الصلاة ولا ينبغي أن يكون خطيبا للجمعة؟ أرجو منكم الإفادة بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب يغفر الله له إذا كانت توبته صادقة وتوبة نصوحا، ويصبح التائب كمن لا ذنب له. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولا يخرج عن ذلك أي نوع من كبائر الذنوب، لا الكفر ولا الشرك ولا الزنا ولا سائر الكبائر أو الصغائر. كل الذنوب إذا تاب منها الإنسان توبة صحيحة تاب الله عليه وعاد كمن لا ذنب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. قال النبي وقال الله جل وعلا في محكم كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر الآيات. فمن تاب من الذنوب توبة صحيحة تاب الله عليه وصار صالحا للإمامة ولغيرها، والحمد لله. نعم، بارك الله فيك.